عليكم يا ناس الخير، جو سباكو كاع راكم لاباس. مع هذا رمضان اليوم راح ندير معكم ان غراتان. غراتان واش فيه؟ فيه لا فيون داشي. فيون داشي هنا كيما راكم تشوفوا فيها بارطاجيتها على ثلاثة. هنا نسحب شويه لي سيبينار عندي، وعندي بصله جوزتها في المقله، درت لها الملح وفلفل كحل. هنا واش راح نبداو؟ هنا نبدا الاولى البصله ديجا نقسمها على ثلاثة. هنا نعطيها شويه، وهنا نعطيها شويه، وهنا نعطيها شويه. هاي البصله ديجا، وفي هذه البصله واش نديرو؟ نديرو فلفل كحل شويه هنا، منكتروش شويه هنا وشويه هنا. ومن بعد نديرو جونجونبر، نديرو تاني شويه 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 جونجونبر. فوالا شويه هنا وشويه هنا. نديرو الكمين، نديرو تاني شويه هنا وشويه هنا وشويه في الثالث. ابخي نحكمو الملح، نملحو لو برومي لو دو اي لو تروا، نديرو غير شويه بلاكو. ومن بعد هنايا نخلطو سخلطة في نورمال. أنا اليوم راح نخلط بلا كويير، محاش نخلط بيدي. فوالا ندخل هداك البصل مع لا فيون داشي. فوالا ديزيام نزيد نخلطو مع البصلة لي زيبيس لي درتلو. بسم الله. هنايا في هذا نزيد له شويه لي زيبينار. شوفوا لي زيبينار لي عنده ولادو ما ياكلوش لي زيبينار. تحبي باش ديري طرافيكي لا فيون داشي لي زيبينار تاعك، باش هكذا ياكلها لك وليدك ولا ولادك قاعدين. وهنا نخلطو مليح لي زيبينار ونجيبو لو بلاطو تاعنا. والثالث نخلطوه ونخلوه بوحده. نبدا في الاول نحطو هنايا لو بلاطو تاعي. انا اليوم جيتكم ان غراتان حاجه وحده اخرى، شغل راح نديرها انتخت، راح نديرها في هذا. كنت درت لها ديجا الزبده ودرت لها الورق تاع نحكمو لا فيون داشي تاعنا. كوم انا يدي راهي بروبر، تحكميها هكذا، تجي تدخلي لها البصل وتحكميها تفرشيها هنايا. هذا الاول تحكمي هكذا انتويات وطريها هكذا هكذا. طري لا فيون داشي تاعك هنايا في السيرسو. هذا انا خيرت هذا باش نجيكم في الكراتان شباب، ونشانجيو شويه. اون فاشانجيو نراكمو حنا مع لي كراتان في لي مول تاعنا نورمال. هنا باش يخرج لنا شباب. ومن بعد هنايا راكم تشوفوا راني طاليت لو برومي لا بروميير فيون داشي فيها غير البصله. هذا ما كان هنايا مع البصله كلش. انا كنت درت اون بطاطا غليتها في الماء، غليتها لكم بالعاني في الكاسونه باش تشوفوا. غليتها في الماء، درت لها غير فلفل كحل، الملح وفلفل كحل. هنا شوفوا ندير لا بيوري تاعي في لا فيون داشي. شوفي نديرها هكذا، ما نكثرش بزاف، ندير غير شويه. كم تعرفوا بلي لا فيون داشي تمكم الطيب. ديروا هنايا هكذا، ديروا كميه صغيره تاعنا. فوالا انا درت فوالا طاليها هكذا كاع هكيك. شوفوا كيفاش تخدموها، شوفوا كيش طالي. فوالا هذه طبقة دوزيام. طبقة التالتة اللي هي قلت لكم لا تخوازيام اللي درت لها لي زيبينار، درت لها البصلة، درت
تحلها فلفل كحل كاع لي زيبيس قدكم خلطوها بيان وزيدوا الموها بلي زيبيناغ. نزيدو هنا تاني نزيدو نديروها نطاليوها. صدقوني دوك هاديك الصيف تاكلوه بيان لو غراتان هذا يجي تخي تخي بيان. فوالا نزيدو دخلو هنا هنا نزيد نحكم لي بوم دو تير تاعي. نزيد نفرش لي بوم دو تير تاعي بسم الله. فوالا نزيد نحكم هذا بوم دو تير نزيد نطاليه هنايا شوفو. نزيد شوية بوم دو تير باسكو لازم نغلف اللحم ديري هكا. فوالا بسم الله. هاهي هاني بيان طاليتها طاليتي بيان سيداتي ديريها هكا باش يخرجلك شباب لو بلاطو تاعك. ومن بعد تحكمي هنايا تخوازيام لي هو ما فيه والو فيه غير البصلة لا فيون داشي تاعك فيها غير البصلة برك. فوالا هنا نخلط بيان تدخل بيان البصلة مع هاديك لا فيون داشي و لي زيبيس لي درت. وهنا نزيدو نرميوها نرميوها لداخل فوالا ما تقدروش ديروا البصل مع لا فيون داشي باسكو لا فيون داشي ما تطيبوهاش. صافي البصل تجوزوه في المقلاة كيما قلت لكم تجوزوه دابور في المقلاة ديريلو شويه زيت شويه فلفل كحل شويه ملح وحطوه كيما حطيتو انا. وهنايا راني نجوز لكم هكذا ندير الطبقه هادية لازم بوم دو تير هاديك ما تبانش. زيد ندي شويه لحم منا باش تغطي لي لي بوم دو تير هاديك. فوالا فوالا هكذا وباك تابي مليح بسم الله. شوفي وين يكونوا عندك شقق سي دخلي اللحم تاعك مليح وكم نعرفوا بلي اللحم تمتم في الكوشه طيب. ومن بعد نولي ليكم دخلها في الفوق نولي لكم. هنا راح ندير الفرماج. شوفوا الفرماج اللي راح نديرو راح ندير فرماج تاع لي ساندويتش هذا راح نغلفو قاعدك باسكو بدات تطيب. هنايا نستنى نحل الحل جوست بيتي معليش نزيد هنا وين راهو الغلاق فوق القيد
نتخطط الفوق وكي نجي راح نخدمو نعاود لكم. فوالا كيكون عندك الفراغ زيدي له هكدا وزيدي له حبة من هك. انا ما نديرش الغافي، انا حبيت ندير تاع لي ساندويتش هدا. ندخلوا الفوق ونعاود لكم. هنا كيما راكم تشوفوا هاوليك لو غراتان، هاوليك شوفوا لي كولور، شوفوا لي كولور شحال هاو شباب. وقطعتو هكذا كيما تحبوا نتوما تقطعوه. اكومبانيتو مع ان سالاد، اون بيل سالاد افيك لي كولور. وانا عندي جو تاع قارص، وهنا درت فلون تاع لي كولور ديسير. نتمنى لكم ان شاء الله هذه الوصفه تعجبكم، وان شاء الله ديروا لي جيم، ما تنساونيش بجيم. ونقول لكم موعد واحد اخر، نضرب معكم موعد واحد اخر ان شاء الله. بقى على خير.